السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر ممتك. هو بمناسبة إن احنا وصلنا ل 13,000 مشترك، أو بمناسبة حلول فصل الصيف لأن أنا بحب الصيف، أو بمناسبة حاجات كتيرة جدا، فاحنا هنعمل النهاردة ولأول مرة حلقة كيو أند إيه. يعني أنت هتسيب سؤالك في الكومنتات تحت، ودي هتبقى المرة الأولى والأخيرة إن احنا نعمل فيها كيو أند إيه على اليوتيوب. فبعد كده الكيو أند إيه إن شاء الله هيبقى في بوست على الفيسبوك، إذا كان على جروب مستر ممتك هتلاقيه أسفل الفيديو في الديسكربشن، أو كان في صفحة فيسبوك، فما تنساش تعمل لايك لصفحة فيسبوك على برضه في الديسكريبشن هتلاقيها. ان شاء الله يعني هسيبها لك. فانت كل اللي عليك دلوقتي انك هتيجي دلوقتي وتعمل كومنت ان شاء الله اي سؤال في دماغك، اي سؤال عايز تسأله عني انا شخصيا، او اي حاجه في المجال التقني عموما يعني في روح الانترنت، في اي حاجه، اي مواقع كنت شرحتها، اي حاجه عايز نشرحها، اي حاجه من الكلام ده عن الموبايلات والهواتف، لان دخلنا في الموضوع ده قريب. فانت ممكن تسألني في اي حاجه انت عايزها، مثلا هاتف معين انت عايز تشتريه، او اي حاجه انت عايزها، فالموضوع برضو ان شاء الله هبقى معاك فيه. ان شاء الله نقدر نجمع عدد كويس من الاسئله ونحطه ان شاء الله في حلقه جايه، ما اعرفش الحلقه الجايه ولا بعدها بكتير، يعني ان شاء الله هنكون جاوبنا على كل الاسئله. بس كده استاش اسفل الفيديو هتلاقي صفحه الفيسبوك بتاعتنا، اعمل لايك ليها عشان بعد كده هننشر عليها بشكل مستمر، وبرضو هتلاقي جروب الفيسبوك ادخل فيه عشان برضو هنبدا اتكلم فيه على طول بشكل مستمر، واكتب سؤالك في الكومنتات تحت. بس كده، سلام. Call.